لك في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ لا ما فيش. انا اتخذت على مشمي. يلا خلينا نبتدي مع اول صورتين. سامية جمال، نجوى فؤاد، مين اللي منهم بتحب رقصها اكثر؟ لازم تختار الاثنين شخصية. زي ما قالت عليهم تحية كاريوكا. لازم تختار شخصية واحدة، دي قوانين اللعبة. انا بحب سامية جمال. سامية جمال، يلا الصورة اللي بعدها. سامية جمال الثاني. تمام. يحيى الفخراني وحسين فهمي، الأقدر في التمثيل بين أبناء جيلي، مين تختار بين الاثنين؟ الأقدر في التمثيل؟ الأقدر. الأقدر، أنا ما أقدرش أحكم بين الاثنين لأن أنت أنا اللي أقل بتشوفه منهم. من وجهة نظرك، أنت بتشوفه بتنبهر. تنبهر. تنبهر؟ يعني أنا مش عارف، يعني هما الاثنين ليهم اعمالهم، هما الاثنين ليهم. عارفه ما في اختلاف ابدا على الموضوع، بس كل انسان عنده ذوق معين، بيروح لاتجاه معين. يلا نختار الواد التقيل. اوكي يا حسين فهمي. اوكي الصوره اللي بعدها. محمود عبد العزيز، محمد رمضان، افضل ممثل غنى. محمود. انا ما سمعتش رمضان وهو بيغني. انا سمعت محمود. طيب الشخصيه اللي بعدها أو الصورة اللي بعدها. ياسمين الرئيس وبسمة، تستحق أدوار أهم، من التي تستحق؟ بنوتي حبيبتي ياسمين. ياسمين تستحق أدوار فاتن. فاتونة دي لسه معاملين مخلصين مع بعض، ملوك الجدعان. يا دي كانت الشخصية. عاوز بعد؟ عندك تانية؟ أنا ولا يهمني. ولا يهمني؟ لا خليني هلا انتقل أنا وياك إلى نعم أم لا. نعم. جاهز؟ نعم أم لا. الرجالة في هذا العصر مظلومة. نعم. ليه بقى؟ ايه؟ ليه بقى؟ طبعا. اللي ظلمكم؟ مين اللي ظلمكم؟ يا ظلموه. يا ظلموه، بدي أغني لك ظلموه. جد أنت مصدق الفكرة دي؟ أيوة إنه الرجالة طبعًا. مظلومة؟ أيوة طبعًا. ليه ظلم الرجالة؟ بقول لك يعني حتى القوانين دلوقتي بتتعمل الأسرة كلها هي اللي مظلومة. اللي بيحصل دلوقتي في المجتمع أنا بعتبره أنه حالة من حالات هدم المجتمع المصري، هدم البيت المصري، أنك بتقوي دي. لا إزاي جوزك عاملك كده؟ إزاي مش عارف إيه؟ لا ده أنت ليك حقوق. طب ليه ما بتعتبرها أنه إحنا منضوي على حاجات غلط عم تحصل بالأسر عشان يصير في توعية؟ يا ستي يا ستي يا ستي، أنت كده انت عايزه حقوق اكتر من حقوقك. انا النهارده بتوصل الدرجه ان زي ما اتكلمنا كده على بالاول بالاول اللي هو القانون اللي عايزين يقدموه ده. ده في واحده طلعت قالت لك يعني ايه الراجل في الصاله يبقى قدام الست؟ لا ما الراجل ما يبقاش قدام في الصلاه عندنا، في الصلاه الرجاله قدامه الست ورا. لا كتف الفتى يلامس كتف الفتاه. لا يا ماما ده مش في قانون ربنا سبحانه وتعالى. واخد بال حضرتك؟ لا ده كده حفاظا على الست. يعني انت عايزه توقفي وتبقى ست قدامي وانا بركع اتفرج بقى ولا اصلي؟ ما كمان هتركع ليه؟ ده احتراما ليكي. انت على كل رايح تصلي مش رايح تركز. ايه؟ انت رايح تصلي مش انا رايح اصلي، بس انت ما هو ربنا سبحانه وتعالى او الترتيب اللي انا مش يعني ما عشان غض النظر. أنا غض النظر غض النظر، ما هتقولي لي غض النظر وانت او مش انا اسف على حضرتك يعني، وهي بتحاول تقولي انا مش عارف ايه والبس اللي انا عايزاه وانت تغض النظر. طب اوكي ما انا هغض النظر عشان خايف من ربنا، وانت مش خايفه من ربنا وانت لابسه ده؟